أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى أن جمعنا في هذه الأمسية العلمية، وذلك لمناقشة البحث الذي تقدمه الطالبة الباحثة زينب بوهرية في موضوع أصول التربية بين النظريات الغربية والفكر التربوي الإسلامي، دراسة مقارنة. طبعا يعني نشكر اللجنة الكريمة على تفضلها قراءة هذا البحث ومناقشته في هذه الأمسية. وطبعا يعني نخبر السادة الحضور أن الأستاذ جلال السبيع سيلتحق بعد قليل إن شاء الله، وكان من المفروض أن تتدخل الأستاذة صباح الزخنيني المشرفة على هذا العمل عن بعد، لكن لظروف طارئة منعتها من هذا من تدخلها هذا في آخر لحظة. طبعا وطبعا يعني قبل أن نقدم يعني الكلمة للجنة لمناقشة هذا البحث، يعني مشكورين للجنة، تتكون من الأستاذ دكتور أبو عبد الله وعبد اللطيف من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. نشكره كثيرا على تقبله قراءة هذا البحث ومناقشته، ونشكره على المساعدات الجمة التي يقدمها للشعبة كلما احتاجت شعبة الدراسات الإسلامية له، يعني لبى الطلب في المناقشات أو في الندوات أو المؤتمرات أو ما شابه ذلك. نشكر أيضا السي الدكتور عبد الرحيم موفق، أستاذ يعني بشعب الدراسات الإسلامية بكلية الأدب والعلوم الإنسانية، والدكتور جلال السبيع أيضا من شعب الدراسات الإسلامية كلية الأدب، والدكتور عمر أجا أيضا أستاذ بشعب الدراسات الإسلامية رئيسا لهذه اللجنة الموقرة. طبعا نعطي الكلمة للطالبة الباحثة لتقدم تقريرا خاصا بموضوعها، يعني بإيجاز تقدم يعني ما تيسر لها طبعا من حيث المنهج أو المضمون أو ما شابه من أمور يعني خاصة بهذا التقرير. فتقدم مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الفرح والسرور والسعادة والحبور أن أتواجد بين هذه الثلة المباركة من العلماء المناقشين والأساتذة المحاضرين المخلصين، الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام والتبجيل والتعظيم والإكرام. فجزاكم الله خيرا وجعلكم في زمرة الأنبياء. ثم إني أشكركم وأشكر تعبكم ومجيئكم وتوجيهاتكم ومناقشتكم. فاسمحوا لي أيها الكرام في بداية هذا اللقاء أن أخصص شكراً خاصاً وخالصاً لرئيس مختبر مناهج العلوم في الحضارة الإسلامية وتجديد التراث، الأستاذ الفاضل الكريم الدكتور الخضر بن يحيى، الذي أجمع الناس على جميل أخلاقه وشهدوا له بالعدالة واتفقوا على علو كعبه في العلم والنبالة. أشكركم أستاذي، إذ كنتم لي عوناً في تجاوز كل الأزمات، وأزحتم عني في دروب البحث ظلمات العتمات، فجزاكم الله خير الجزاء ورفع قدركم في الأرض والسماء. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الأستاذة الكريمة الدكتورة صباح الزخنيني
التي أكرمتني بإشرافها على بحثي وأمدتني بتوجيهات نيرة، حسنت أخطاءه وقومت اعوجاجه فجزاه الله خير الجزاء. كما أشكر أيضاً فضيلة الدكتور جلال السبيع الذي أمدني بتوجيهاته العلمية وتصويباته التربوية وساندني في إخراج هذا العمل إلى الوجود، فله مني فائق التقدير والاحترام وجزاه الله خيراً على الدوام. كما أشكر أيضاً فضيلة الدكتور عمر آجا الذي تعلمنا منه الحكمة والعلم والعطاء والتدقيق في العلم وحسن الاستقراء والخلق الكريم زمن الطلب في هذا الفضاء، فجزاكم الله عني خير الجزاء. كما أخصص شكراً خاصاً لأستاذي الجليل الدكتور عبد اللطيف البوعبدلاوي الذي زرع فينا الجدية في الطلب والجدة في المطلب، فكان حصيفاً في تدريس العلوم مواسياً لكل طالب مهموم، ميسراً الأمور للعموم، جعل الله كل ذلك في ميزان حسناته وأطال في عمره. ثم إني أتقدم بشكر خاص إلى الأستاذ الجليل الدكتور عبد الرحيم الموفق الذي قبل تصويب هذه الأطروحة بملاحظاته النيرة وتوجيهاته المباركة، فجزاكم الله خير الجزاء. كما أتوجه بخالص الشكر والدعاء إلى أمي وأبي، فلولاهما لما كنت هنا حاضرة ولا إلى الكون ناظرة. أسأل الله لهما الشفاء والعافية والسلامة في الأولى والباقية. كما أشكر زوجي الذي يساندني في السراء والضراء وأبنائي هدية رب السماء. كما أشكر إخواني وأخواتي الذين شاركوني الموائد والعوائد وعلموني الصبر وتحمل الشدائد. كما أشكر كل زملاء العمل وكل الحاضرين وكل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد، فشكراً لكم جميعاً أيها الكرام وجزاكم الله خيراً على الدوام. ثم أما بعد، فإن الحديث عن المجال التربوي هو حديث عن أساسيات البناء الحضاري بشكل عام، وهو حديث عن أساسيات البناء الإنساني بشكل خاص. لذا فإن البحث في المجال التربوي يعالج واقع الإنسان على المستوى المعرفي والمهاري والوجداني، فهو بحث يروم تقويم السلوك وبناء الإنسان وإصلاح الأفراد والأسر وتشييد العمران والرقي بالمجتمعات وحماية الحضارات. ومعلوم أن الغرب قدم نظريات متنوعة ومتعددة في هذا المجال الشاسع والشائك، وطرح أفكاراً كثيرة ومتعددة أسهمت وتسهم في بناء الصرح التربوي الإنساني، لا ننكر فضلها ولا نبخس حقها، غير أنها نظريات عالجت الفكرة التربوية الإنسانية من منظور فلسفي أحادي ينتمي إلى الفلسفة الغربية فقط، ويعالج الموضوعات التربوية من زاوية المجتمعات الغربية الصرفة، مما جعلني أطرح عدة تساؤلات حول إشكالية تغييب الخطاب التربوي الإسلامي. هل كان راجعاً لسبب قصور الفكر التربوي الإسلامي في مجال التربية، أم لعدم الاهتمام بالمجال التربوي لعلماء المسلمين، أم لعدم وجود فكر تربوي إسلامي أصلا، أم تم تغييبه قصدا وحدا وفصلا؟ لذا قررت سبر أغوار هذا المجال، وعزمت على التنقيب في بطون الكتب عما يصف واقع الحال ويجيب عن كل سؤال أو إشكال، أو ينبئني عن سبب هذا الإهمال، أو يقدم لي حجة في الحال أو المآل، تدحض ما لاحظته من شبهة وتمحو كل شك في خاطري قد جال. فطفقت أبحث قدر المستطاع عن كنز تربوي بين ركام المعرفة قد ضاع، فحاولت استخراج ما يشفي الغليل ويروي الظمآن العليل، حتى وفقني الله إلى هذا العمل المتواضع الذي أجزم أني لم أطرق فيه كل المواضع.
غير أني كشفت اللثام عن بحر من المعارف التربوية الإسلامية الراقية التي كانت أحسبها فيما سبق معارف خاصة بالثقافة الغربية، فوقفت على أعلام في فنون التربية بارعين وفي علومها من المتضلعين، وحصلت على كنوز من المعارف التربوية المغمورة وصنوف من المؤلفات والأفكار التربوية المنثورة، فحاولت جمع بعضها في عقد فريد يرشد القراء إلى مجد الأمة التليد، وذلك في بحث مختصر وسمته بعنوان أصول التربية بين النظريات التربوية الغربية والفكر التربوي الإسلامي، فحاولت المقارنة والاستقراء والتحليل والجمع والتركيب والترتيب والتمثيل، فأسأل الله أن أكون قد وفقت لما رمت وقصدت، وأن أكون عند حسن الظن فيما جمعت. وقد جمعت هذا العمل المتواضع في قالب مفصل على الشكل الآتي: مقدمة حددت فيها الإطار العام للموضوع، ثم التعريف بموضوع البحث وبعض المعطيات المرتبطة به، ثم الفصل التمهيدي الذي تحدثت فيه عن المقصود بالنظريات التربوية والفكر التربوي ومدارسه ومذاهبه، ثم الباب الأول خصصته للفكر التربوي في النظريات الغربية، ثم الباب الثاني تعرضت فيه للحديث عن الفكر التربوي في التراث الإسلامي، أما الباب الثالث والأخير جعلته للدراسة والمقارنة بين التوجهين واستخلاص الحلول التربوية. أما تفصيل هذا الإجمال وتحديد هذا المقال فستقفون عليه في خطة البحث بالتمام والكمال، وحسبي هنا الإشارة إليه والتعريف به والتعريج عليه. وإني الآن بين أيديكم صاغية، وأكف الضراعة مني للرحمن داعية، لعل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وينجيني وإياكم من كل ضير، فلكم مني جزيل الشكر وعظيم الثناء. يا من علمتمونا العطاء والسخاء، رفع الله قدركم في الأرض وفي السماء. أنتظر توجيهاتكم واقتراحاتكم وتعقيباتكم أساتذتي الكرام، والعهد لكم مني أنها ستكون أمانة في عنقي حتى أضمنها بين ثنايا أبواب هذا البحث وفصوله، حتى تستقيم فروعه مع أصوله، لكي يخرج البحث في حلة تليق بمكانتكم العالية ومنزلتكم العلمية الراقية، فهو بحث إن خرج مسددا فبفضلكم، وإن كان موفقا فبكرمكم. أترك لكم كامل المجال، فما بعد قولكم من تعليق أو مقال، حفظكم الله ورعاكم وسدد للخير خطاكم وجعل الجنة مثواكم، آمين، والحمد لله رب العالمين. إذن لا أملك في خاتمة هذا اللقاء إلا أن أجدد شكري وعظيم امتناني لكم أساتذتي الكرام على توجيهاتكم النيرة وملاحظاتكم الخيرة، فأسأل الله أن يحفظكم وأن يبقيكم منارة للعلوم تقتدي بها الأجيال، وأسوة في الأخلاق وجميل الخصال. والعهد مني إليكم أساتذتي الكرام أنني سأخذ إن شاء الله تعالى هذه الملاحظات وهذه التوجيهات وأعدل وفق هذه التصويبات إن شاء الله تعالى، وأعتذر منكم عن كل ما أتعبكم في هذا البحث من الأخطاء والهفوات، وجزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق إن شاء الله معدودة ثم ترجع بعد ذلك لإعلان النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار أعضاء لجنة المناقشة بنتيجة مناقشة الطالبة الباحثة بهرية زينب في موضوع أصول التربية بين النظريات الغربية والفكر التربوي الإسلامي.
بعد إجراء المناقشة من الساعة 4:30 زوالا إلى 7:00 مساء، وذلك يوم 5/31/2024 بقاعة المحاضرات بمقر الكلية، اختلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ عمر أجل المداولة. وبعد المداولة فإن اللجنة المكونة من السادة الأساتذة دكتور عمر أجل أستاذ التعليم العالي كلية الآداب رئيسا ومقررا، دكتور سبيع الجلالي أستاذ مؤهل كلية الآداب مقررة، دكتور عبد الله وعبد اللطيف أستاذ مؤهل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة مقررا، دكتور موفق عبد الرحيم أستاذ مؤهل كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة عضوا، دكتورة صباح الزخنيني أستاذ التعليم العالي كلية الآداب وجدة مشرفة. قررت منح الطالبة بهرية زينب الدكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية، تكوين الدكتورة العمل الاجتماعي في الإسلام وتطبيقاته المعاصرة، تخصص الفكر الإسلامي وعلوم التربية، بتقدير مشرف جدا. مبروك سيدي الحاج، مبروك سيدي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، امين 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 امين، الله يعطيكم الخير سيدي بركة. الله يعطيكم الصحة تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الخير، الله يحفظكم.